تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والسرور. حياكم الله في برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق الأمور كثيرة تهمكم وتفيدكم. يسعدنا استقبال مداخلاتكم عبر أرقام التواصل. بس قبل ما أخبركم أرقام التواصل اليوم ويانا، أرحب فريق العمل ويانا اليوم من الإعداد حسني البلاونة، التنسيق نجاة السويدي، صباح الخير نجاة، الإخراج نمر محمد، صبحك الله بالخير نمر، ومعاكم في تقديم الحلقة دكتورة عاشة البصري. أرقام التواصل ويانا 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله، مداخلاتكم مثل ما قلت لكم تفيدنا تسعدنا بتطوير عملنا، لأن خدمتنا كاملة موجهة لكم وهدفنا أسعادكم. خلال البرنامج اليوم بنتطرق لأمور كثيرة إن شاء الله، أمور تهمكم وتفيدكم. بداية بنبتدي بالدراسة، دراسة وايد مهمة عنا اللي هي تناول الكثير من الأطعمة المقلية قد تكون من أسباب مرض القلب. كشفت دراسة جديدة أن التناول المستمر للأطعمة المقلية قد تكون من أسباب مرض القلب، والتي تسبب مشاكل صحية لاحقاً تؤدي إلى الوفاة المبكرة أو يكون لها آثار مميتة. حيث كشفت الدراسة أن النساء اللواتي يتناولن أكثر من وجبة واحدة في الأسبوع من الدجاج المقلي أو السمك المقلي معرضات لخطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة. وذكر الباحث الدكتور وي باو، وهو أستاذ مساعد في علم الأوبئة بكلية الصحة العامة التابعة لجامعة أيوا، قائلاً: بشكل عام وجدنا أن إجمالي استهلاك الأطعمة المقلية مرتبط بزيادة خطر الوفاة من جميع الأسباب، وكذلك الوفاة الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية. وحسب رأي الباحثين لا تعتبر النتائج مفاجئة نظراً لارتباط الطعام المقلي بزيادة الوزن والسمنة، فضلاً عن ارتفاع مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية. بالنسبة للدراسة اعتمد باو وزملائه على بيانات من مبادرة صحة المرأة، وهي دراسة تمول اتحاداً منذ فترة طويلة وتركز على أمراض القلب والسرطان ومشاكل صحية أخرى في النساء بعد سن اليأس. تم استجواب ما يقرب من 107,000 امرأة تتراوح أعمارهم من 50 إلى 79 عاماً على وجباتهم الغذائية وغيرها من المشاكل الصحية، اللي هو عدد وايد كبير 107,000. وكنا النساء قد التحقنا بالدراسة بين عامين 1993 و1998، وتتبعهن الباحثون حتى فبراير 2017، يعني تقريباً 10 سنين تحت هالدراسة. خلال هذين العقدين توفيت 31,588 امرأة، بما في ذلك 9,320 حالة وفاة مرتبطة بالقلب، و8 وفاة بالسرطان، و13 وفاة لأسباب أخرى. لكن وجد الباحثون أن النساء اللواتي تناولن الكثير من الأطعمة المقلية كان لديهن مشكلات أخرى يمكن أن تؤثر على صحة قلبهن. وأشار الباحثون إلى أن ثلث المشاركات التي تناولن وجبة واحدة أو أكثر في الأسبوع كن يعانين من السمنة المفرطة، وكذلك 44% ممن تناولن أكثر من وجبة طعام واحدة في اليوم. ولكن حتى بعد أن قام الباحثون بالتحكم في عوامل الخطر هذه، كانت الأطعمة المقلية ترتبط بشكل مستقل بزيادة خطر الموت، كما أظهرت النتائج في هذه الحالات. أن النساء اللاتي تناولن وجبة واحدة في اليوم أو أكثر في اليوم كان لديهن خطر الوفاة المبكرة بنسبة 8% مقارنة بمن لم يتناولن الطعام المقلي. ارتبط تناول وجبة أو أكثر من الدجاج المقلي يوميا بزيادة مخاطر الوفاة بنسبة 13% من أي سبب، وزيادة مخاطر أسباب مرض القلب بنسبة 12%.
ارتبطت حصة واحدة أو أكثر من الأسماك المقلية أو المحار في اليوم بزيادة الخطر بنحو 7% من أي سبب وزيادة أسباب مرض القلب بنسبة 13%. على الرغم أن الدراسة ركزت على النساء، يعني استثنوا الرجال في هذه الدراسة، لكن ذكر الباحثون أنه من المرجح جدا أن يتأثر الرجال بشكل مماثل من خلال اتباع نظام غذائي ثقيل في الأطعمة المقلية. وذكروا أيضا أن السمنة ربما تلعب دورا في زيادة خطر الموت، فالنساء اللاتي تناولن الأطعام المقلية بانتظام كان لديهن كمية كبيرة من السعرات الحرارية اليومية أكثر من أولئك التي لم تتناولن الطعام المقلي، لكن العوامل الأخرى يمكن أن تلعب دورا أيضا. يعني هم ركزوا أكثر شيء على الطعام المقلي اليومي اللي يتناولونه خلال اليوم سواء وجبة أو وجبتين، وربطوه بخطر الوفاة والإصابة بأمراض القلب وأمراض كثيرة. فالواحد يقي نفسه من البداية وايد يكون أفضل، عندنا بدائل وايدة للأطعمة المقلية. صح المعظم يمكن يقول طعمها مختلف، نكهة القلي فيها تعطيها طعم أو نكهة مختلفة، بس في بدائل ثانية بتعطيها نفس النكهة بس السعرات الحرارية بتكون أقل، الدهون بتكون وايد أقل. فحلو يوم الواحد يستبدل الشيء بشيء صحي ويكون له نفس الطعم. عندنا أشياء وايد نقدر نسويها، منها أن عن طريق الفرن ما يحتاج أن نقلي، يكون نسبة زيت بسيطة بس على الشيء اللي نبغي نفس القلي مثل الدياي مرات أو البطاط أو أي شيء ثاني، نحط نسبة زيت بسيطة نقلبه ونحطه في الفرن، أو حتى نرش عليه الزيت مثل البخ تكون نسبة بسيطة. في الحين وايد أشياء بتدت تدخل بحيث أن تعطي نفس الطعام بس أقل بعد، مثل إير فراير أو عندنا المقلي قلاية الهواء نفس الشيء. ف الاعتماد على الأشياء اللي تكون صحية وايد يعني وايدة وبسهولة الحين في وقتنا الحاضر، ونقدر نستغني حتى عن الأشياء المقلية اللي تأثر سواء على صحتنا سواء على جسمنا، إذا ما حسينا فيه اليوم بنحسبه مستقبلا، زيادة أمراض القلب، زيادة السكري، زيادة أمراض الدهون، فهاي الأشياء كلها تأثر. فيفضل من الحين الواحد يتبع النظام الغذائي، من البداية بيحس تغير شوي في الطعام بس مع الوقت بيتعود عليه، وبدال ما تكون الوجبات المقلية على 3 وجبات أو على الوجبتين نقدر نخليها على وجبة واحدة، وتلقائيا بنبتدي نبتعد عنها شوية شوية. نقول في أشياء معينة حتى ما نقدر يعني تكون مرتبطة بالقلي، بس نحاول نقلل قد ما نقدر عشان على الأقل نعيش بصحة وسعادة. فاصل الحين نطلع وبنرد، الموضوع مهم في التغذية اللي هو موضوع الحديد وين نلقاه في أغذيتنا. تكونوا ويانا راجعي لكم. صحة وسعادة، صبحكم الله بالخير مرة ثانية مستمعينا الأعزاء، حياكم الله في برنامج صحة وسعادة، رجعنا لكم بعد الفاصل. موضوع جدا مهم والجميع عند استفسارات أكيد عنه أو يبغي يعرف معلومات كثيرة عنه، اللي هو معدن الحديد مصادر الغذائية وأهميته. بداية وذكركم بأرقام التواصل ويانا 600551414، الرسائل النصية على 4006. الحين بنتكلم عن معدن الحديد مصادر الغذائية وأهميته، ويانا اليوم الأستاذ عليا الدخان أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير عليا. صباح النور والسرور دكتورة عاشة. طبعا اليوم مثل ما قلتي الموضوع بيكون عن الحديد، وهو وايد مهم للجميع ومعدن اساسي طبعا من المعادن الاساسيه في الجسم، ويعتبر هو بعد من اساس تكوين الهيموغلوبين في الدم. ايوه مثل ما نعرف ان هيموغلوبين الدم هو بعد له وظيفه مهمه في نقل الاكسجين، يعني ينقل الاكسجين من الرئه لباقي اعضاء الجسم، فبالتالي اذا نقص الحديد ينقص الهيموغلوبين، فعمليه نقل الاكسجين هذه في الجسم تتأثر، يعني عملية جدا مهمة في الجسم تبدأ تتعطل أو تتأثر فقط من نقص معدن اللي هو معدن الحديد. فهو يعني بداية يعني أهمية الحديد في وظائف الجسم، يعني مو لغرض معين لكن الجسم بشكل عام يتأثر في نزول الحديد. إذا قلنا الهيموغلوبين نازل أو الحديد نازل أو أنيميا شو نقصد فيه؟ طبعا في أرقام معينة تحاليل معينة ممكن تبين لنا نقص الحديد أو نقص الهيموغلوبين. إذا بنتكلم عن مستوى الهيموغلوبين
إذا كان عندنا تحت 13 جرام بير ديسيليتر اللي هو بالنسبة للرجال، أيوة. أو تحت 12 عند النساء، هذا يعتبر نقص في الهيموغلوبين أو نقص الحديد أو الأنيميا. فهذا مؤشر أساسي اللي هو ممكن فحص الدم. غير فحص الدم ممكن في أعراض اللي الواحد يشوفها، يعني يبدأ يلاحظها على نفسه أو على ممكن حد من صغارية من عياله، اللي هي الشحوب، تساقط الشعر، برودة في الأطراف، عدم التركيز. هاي كلها تكون بعد من الأعراض لفقر الدم اللي ممكن مسببها اللي هو فقر الحديد، نقص الحديد. احتياجات الحديد تفرق على حسب يعني بالأعمار. يعني احتياج الطفل من تقريبا 7 شهور يوم يبتدي ياكل، احتياجه يختلف لين سن البلوغ، لين السن 50 وفوق. فإذا بناخذ تقريبا مرحلة، أيوة. الاحتياج بالنسبة للطفل من 7 شهور لين السنة، في أول سنة هذه يحتاج تقريبا 11 ملي جرام من الحديد في اليوم. هذا بالنسبة للإناث والذكور نفس الشيء. بالنسبة للأطفال من سن السنة لين 3 سنين احتياجهم يكون تقريبا 7 ملي جرام، من 4 إلى 8 سنين 10 ملي جرام، فالنسب تقريبا تختلف بعد، هي تزيد وتنقص صح؟ من 9 إلى 13 سنة تقريبا 8 ملي جرام في اليوم، أيوة. أما من 14 إلى 18 اللي هو هاي فترة سن المراهقة البلوغ، لسه يكون في احتياجات زيادة، فهني النسبة يعني يصير فيها جمب، يعني الاحتياج يكبر عند الإناث والذكور اثنين التم. يعني كان 8 صار 11 بالنسبة للأولاد و15 بالنسبة للبنات، وفي اختلاف بين الاثنين يعني الأولاد والبنات. هي هني نحن نشوف دائما هاي الفئة العمرية اللي عندها أنيميا، لأن البنات في سن 14 إلى 18، لأن احتياجهم بالذات في هاي الفترة احتياجهم يكون كبير أكثر. لو أكلهم كان نفس قبل لكن احتياجهم أكبر، فبالتالي يصير نقص في الاستهلاك. زي ممكن علي تكلمينا عن المصادر الغذائية للحديد؟ طبعا المصادر الغذائية عندنا يعني تتنوع، عندنا مصادر حيوانية اللي هي تكون مصادرها من اللحوم، أيوة. وعندنا مصادر نباتية اللي تكون من الخضروات، الورقيات، البقوليات، هاي كلها. الفرق من بين المصادر الحيوانية والنباتية الامتصاص، نسبة الامتصاص. يعني ممكن نحن ناخذ وجبة غنية باللحوم بالمأكولات البحرية، لكن امتصاصها بيكون في الجسم نسبة أكبر، تقريبا حوالي 18% الجسم ممكن يمتص نسبة الحديد هذا من الأكل. أما إذا كان غذائنا فقط نباتي أو الوجبة بس فيها خضروات أو بقوليات، أيوة. نسبة الامتصاص تقل ل 5 إلى 12%. فدائما نحن ننصح إنه يكون غذائنا متكامل، ناخذ مصدر نباتي وناخذ مصدر حيواني عشان يكون متكامل. مصادر الحديد تكون منوعة وامتصاصها طبعا يختلف في الجسم أكيد. عندنا طبعا الفيتامين سي. فيتامين سي من الأشياء المهمة اللي ندخلها في وجبتنا اللي غنية بالحديد، بس يساعد الامتصاص يصير أحسن. يعني مثل الليمون، البرتقال، الفلفل البارد، عندنا بعد الطماطم، هاي كلها مثلا حطيناها في السلطة أو من ضمن وجبة الغداء تعزز الامتصاص بيصير أحسن امتصاص الحديد. بالنسبة إنزين ممكن تذكرين لنا الأكل أو المصادر الحيوانية عنا على حدة والمصادر النباتية بعد؟ في ناس وايد تبغى تتعرف أكثر لأنها تعتمد أكثر على التغذية، ومثل ما قلنا الوقاية خير من العلاج، فالواحد من البداية يهتم بأكله وايد أحسن من يعني يضطر أن يأخذ الأدوية. صح. إذا قلنا الاحتياج إذا بنأخذ أفرج يعني بشكل معدل بيكون 10 ملي جرام، من يتراوح بين 7 10 8 الأعمار المختلفة. أيوة. إذا قلنا تقريبا 10 ملي جرام كيف ممكن ناخذ من أكلنا؟ إذا يأتي على اللي هو الكونفليكس أو رقاق الذرة، أيوة. لأنها مدعمة بالحديد، فمقدار كوب واحد اللي هي وجبة واحدة فيها 18 ملي جرام، فأوردي من وجبة واحدة ممكن ناخذ احتياجنا من الحديد اللي نحتاج يوميا. هي ممكن احتياجك اليومي يكون أوردي خفيف في وقت الريوق. إذا أخذنا من مصادر ثانية، إذا قلنا مثلا الفاصوليا مثل الفاصوليا البيضاء، الفاصوليا الحمراء، مقدار كوب فيها 8 ملي جرام. أيوة. الكبدة طبعا معروفة، كبدة الأبقار، وهاي تكون نسبة الحديد فيها مرتفعة، ف 30 جرام اللي هي قطعة صغيرة من الكبدة فيها 5 جرام من الحديد. فإذا الشخص خذ تقريبا خلينا نقول 60 ل 90 جرام من اللحوم فبيكون 15 ملي جرام حديد، فبيغطي حاجته من هذا اليوم من الحديد. عندنا الشوكولات او الشوكولات الدارك الداكن
لنسبتها 50-70%، بعد الـ 3 أونس أو الثلاث قطع الصغار فيها نسبة 7 ملي جرام من الحديد، فنسبة الحديد بعد فيها جيدة. الأشياء النباتية والمصادر النباتية مثل البقوليات، السبانخ، الحمص، الطماطم، هذه كلها بعد فيها نسب حديد لكن نسبها أقل، يعني النص كوب في 3 ملي جرام مثلا، في السبانخ نفس الشيء 3 ملي جرام في النص كوب. ونفس ما ذكرتي امتصاصه يكون أقل، مو مثل المصادر الحيوانية. ندعمها بالفيتامين سي، بالليمون، عشان امتصاصه. أيوه. أنزل. عندنا سؤال بخصوص زيادة الحديد، تأثر سلبيا على الجسم إذا كان عن طريق التغذية الغذاء؟ زيادة في الحديد؟ زيادة، يعني كلت كمية كبيرة من الكبد أو كمية. لا ما بيكون لها تأثير. شوف الجسم يأخذ احتياجه من الحديد وبيتصرف بالإضافي، لكن المكملات الغذائية هني ممكن تنخفض على الجرعة، فدائما ما نأخذها من الصيدلية بدون استشارة. إذا شفت حاس إن أكله مقصر في أكله وبادي بأعراض يحس بأعراض نقص الحديد، يركز على أكله شوي، يدخل منتجات اللحوم مثل ما قلنا البقوليات، هاي الأمور. وبعد ننتبه على شغلة، ممكن ناكل كفاية من المنتجات هذه. أيوة. لكن نخربها بأشياء ثانية، يعني عندنا الكالسيوم وعندنا الكافيين. أيوة صح. على طول في نفس الوجبة أو بعد الوجبة على طول نمنع الامتصاص وما نستفيد أبدا من الحديد، لأنه ممكن نشوف ناس في العيادة بس ناخذ وناكل هاي الأمور، لحم وسبانخ والأمور هاي كلها، نمشي صح الدم ما يرتفع، لأن نشرب مرات لبن وياه أو نشرب حليب وياه، روب أحيانا نأخذ مكملات حتى حبوب الكالسيوم فما ينتبهون بعد الوجبة، ممكن يأخذون كل الفيتامينات مثلا فيتامين د الكالسيوم يأكلونه مرة واحدة عقب الغداء. وهذه نقطة وايد مهمة علي، هاي نقطة وايد مهمة صراحة، لأن الناس وايد ما تنتبه لها، التركيز بس على الشاهي أنه يقلل الامتصاص. صح صح. الكالسيوم طبيعي أو حبوب، في كل الحالتين الكالسيوم يخفف وايد من امتصاص الحديد، فحتى اللي يأخذون حبوب حديد ممكن بعد فترة ما يشوفون نتيجة لأنهم يأخذون كالسيوم معاه في نفس الوقت، فهذا تأثير الامتصاص وايد كبير. الكافيين ترى مو بس شاي وقهوة، حتى الهوت شوكليت، يعني إذا عندنا صغارية بعد عندهم فقر دم نحاول ما يأخذون الشوكليت بعد الغداء إلا يعني تقريبا بعد ساعة أو ساعتين، يكون الجسم امتص الحديد واستفاد منه، وبعدها لو شربوا ما بيأثر عليهم إن شاء الله. وزين طريق ذكرتي هاي النقطة، لأن الناس وايد الاعتماد أصلا خاصة على الغداء أو ها على اللبن أو الحليب، الهوت شوكليت بعد نفس الشيء بالنسبة لي، بالنسبة لمعدن الحديد. ذكرينا باختصار عن معدن الحديد، يعني الأكل اللي يحتوي عليه باختصار الحيواني مع النباتي، بس تذكير للمستمعين. أوكي، عندنا المكونات اللي هي الحيواني بداية، المصادر الحيوانية عندنا اللحم. أيوة. اللحم الأحمر. عندنا الكبد، أعضاء اللحوم تكون بعد نسبة الحديد فيها عالية. عندنا مأكولات البحرية والأسماك، السردين خاصة بعد نسبة يكون أعلى من الأسماك الثانية. كذلك عندنا النباتية مثل البقوليات، الفاصوليا، الحمص، الطماطم، السبانخ، حتى البطاطا العادية ممكن يكون فيها نسبة فيها حديد، لأنه ما في مصدر، ما في أكلة معينة نأخذ كل حاجتنا، لكن إذا كنا متنوع خلال اليوم بنكون غطينا كل هالاحتياج. لأن حتى إذا فكرنا فيها، البيضة الوحدة فيها بس ملي جرام واحد، بس ترى هو تراكم في اليوم، يتراكم يعني صح اليوم كامل على الثلاث وجبات. أيوة. على الثلاث وجبات. العيش واحد ما يفي باله أن العيش مصدر حديد، لكن كوب العيش الواحد فيه ملي جرام واحد، فبعد يعني هذه كلها تتراكم خلال اليوم. الزبيب، بعد الزبيب من الأشياء المصادر اللي فيها نسبة الحديد، زينة من الحديد. فهي نحاول نخلي الوجبة الرئيسية والوجبات الخفيفة ندخل فيها الفواكه المجففة، المكسرات، الوجبة الرئيسية ندخل فيها السلطات. ممتاز. عليا بنستقبل، عليا عفوا بس بنستقبل وياك مكالمة. تمام. صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعافيك. هلا اخوي، تعرف باسمك؟ هاني عوض. هاني عوض حياك الله. هاني عوض حياك الله اخوي. هاني بدي اسال بس شغله، هلا بالنسبه لفحص الدم وعلاقته بالحديد. ايوه. هلا اذا كان فحص الدم مثلا كويس 12، ايوه، وقالوا في نقص في الحديد عنده 15، هذا شو يعني اذا كان الدم كويس انتهى الموضوع يعني، ولا إذا كان الهيموغلوبين قصدك طبيعي؟ الهيموغلوبين قوة الدم 12. قوة. أي، وتحتاج أنك تسوي تحليل للحديد. الحديد 15.
قليل يعني الحديد قليل، بس قالوا انه الدكتور انه خلص مثلا انه الدم البابا انه الدم عالي او انه طبيعي لزوجتي طبعا انا ايوه 12 فممتاز هو يعني بيسد شوي عن نقص الحديد. ايوه بدايه يوم بيبتدي ينقص الحديد في جسمنا ما بتطلع على طول الاعراض، لازم تبتدي تنقص مع الوقت، لأن كريات الدم الحمراء تكون موجودة في جسمنا لمدة 120 يوم، بعد ال 120 يوم تطلع كريات دم ثانية، فهاي الكريات بعدها ما تأثرت بنقص الحديد الحاد، فمع الوقت يعني شيء تراكمي يعتبر عندنا في الطب، مع الوقت لما تطلع الكريات الثانية بتبتدي تكون نسبة الهيموغلوبين بيكون أقل فيها. فهذه يعني بداية ما بتطلع، بداية ما بتطلع. فنحن هذيلا نسميهم اللي هو نقص الحديد، بس ما نسمي أنيميا نقص الحديد، نسميه نقص الحديد. فمع الوقت يعني شو بتنصح يعني يعملوه؟ في هالحالة يهتم بتغذيته كثير، نفس ما شرحت لنا أستاذ عليا بخصوص الأكل اللي اللي يقني بالحديد، وهي ذكرت أكثر عن مرة وذكرناه باختصار، سواء الحيواني سواء النباتي، نبتعد كثير عن الأشياء اللي تقلل امتصاص الحديد. بعد هي ذكرت أشياء كثيرة صراحة مثل الكالسيوم، الحليب، اللبن، الكافيين، سواء الشاي سواء القهوة حتى الهوت شوكولات، يعني هالأشياء كلها تلعب دور. ففي في هالحالة نبتدي بالتغذية، وإن شاء الله على التحليل الجاي يكون تكون النتائج كلها ممتازة إن شاء الله. بارك الله فيك. وأعطوها دواء الحديد برضو حبوب يعني أساس كتغذية زيادة لها. ماشي. شكرا 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 عليا. هلا شكرا على مداخلتك اليوم، الموضوع جدا مهم صراحة، وشرحتي لنا إياه بطريقة يعني طريقة جدا جميلة، سواء الأشياء اللي موجودة، الأشياء اللي نراعيها، والأشياء اللي نبتعد عنها يوم نأخذ الحديد. عليا شكرا لك. مع السلامة. أعزائنا المستمعين نترككم الحين، نرجع لكم بعد الفاصل بموضوع مهم، حياكم الله. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، حياكم الله مرة ثانية ويانا في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 600551414 والرسائل النصية على 4006. موضوعنا الثالث وايد مهم، اللي هو تستعرض هيئة الصحة بدبي خلال مشاركة معرض الصحة العربي حزمة من برامجها وخدماتها الذكية اللي ساهمت بشكل فاعل في تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى وأفراد المجتمع بشكل عام. للحديث عن هالخدمات التي تستعرضها الهيئة في هذا المعرض يصرنا يكون ويانا زميلنا محمود يوسف. صبحك الله بالخير محمود. أسعد الله صباحك دكتورة عائشة البصي، وصباح الخير على جميع المستمعين مستمعي إذاعة نور دبي. نحييكم من معرض صحة العرب، هذا المعرض الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، وبالتحديد من منصة هيئة الصحة المشارك بهذا المعرض. طبعا منصة مميزة جدا، فيها العديد من الخدمات موجودين في الكونكورس، تقريبا من تنزل من البوابة الرئيسية لمركز دبي التجاري نحن ثاني جناح على إيد المستمعين، على إيدكم اليسار بتلاقون العديد من الخدمات اللي موجودة. تحدثنا حقيقة في حلقات سابقة عن خدمة توريد AI، وقلنا عن هذه الخدمة الجديدة اللي هي الموظف الجديد اللي انضم إلى كادر هيئة الصحة بدبي، وهو الموظف الخاص بالموظف الإلكتروني والذكاء الاصطناعي الذي تم وضعه في معاملات إدارة العقود والمشتريات. أيضا تحدثنا كذلك عن الخدمات المنزلية الذكية التي تقدمها هيئة الصحة بدبي من خلال هذه المشاركة، وكذلك تحدثنا عن يعني مسار إدارة تسمم الدم في نظام سلامة. بالأمس كانت معانا بعد كذلك الأستاذ مرفت تحدثت عن هذا الموضوع. اليوم عندنا خدمة مميزة جدا، هذه الخدمة تقدمها لنا إدارة خدمات طب الأسنان، والآن معايا كذلك الدكتورة حمدة المسمار استشاري تركيبات الأسنان ومدير إدارة خدمات طب الأسنان، بتحدثنا أكثر عن هذه الخدمة المعروضة في معرض صحة العرب. دكتورة أول شيء صبحت الله بالخير،
أشوف الستاند عندكم ما شاء الله حاطين الكثير من الأمور الذكية في مثل هذه الشغلات هذه اللي تنحط على الشاشة، ما أدري شو فائدتها، لكن يا ليت تشرحي لنا وشي شو طبيعة هذه المشاركة، وأيضا شو اللي قاعدين تقدمونه من خلال هذا البرنامج المميز اللي ما نتعرف عليه عبر هذا اللقاء. السلام عليكم، صباح الخير دكتورة. صباح النور، هلا دكتورة. أهلا وسهلا. إحنا اليوم نشارك في مؤتمر الصحة العربي عن برنامج دنتورال. هذا البرنامج هو برنامج وطني استراتيجي يهدف إلى رفع الوعي حول أهمية صحة الفم والأسنان بين أفراد المجتمع من كافة الفئات العمرية، وكذلك إلى تطوير المنظومة العلاجية والوقائية لخدمات الأسنان على مستوى إمارة دبي. نعرض احنا اليوم في المعرض هذا هي رحلة هذا البرنامج لتعريف الجمهور بهذا البرنامج. هذا البرنامج يحتوي على 4 مبادرات استراتيجية. يثبت فكرة هذا البرنامج في عام 2013 لما تم الإعلان عن الاستبيان اللي عملناه لقياس نسبة تسوس الأسنان بين طلبة المدارس، ولاحظنا أن النسبة وصلت إلى 65%. هيئة الصحة العالمية اعتبرت أن هاي النسبة تعتبر من النسب المرتفعة دوليا. هيئة الصحة أطلقت هذا البرنامج في عام 2016. بدأنا إحنا اللي هو العمل وتكثيف الجهود بحيث أن إحنا نحاول ننزل من هاي النسبة. ممتاز. بدأنا في تطبيق المرحلة الأولى من هذا البرنامج، خذيناها على طبقناها في 30 مدرسة حكومية، عملنا فيها اللي هي الكشوفات، قدمنا العلاجات، الخدمات العلاجية والوقائية، قدمنا اللي هي ورش التثقيف، واللي في نفس الوقت اللي هي المتابعة الدورية. كان هذا لمدة تقريبا اللي هو يعني عام دراسي كامل. فلاحظنا أن لما قسنا نسبة التسوس لطلبة هاي المدارس 30 مدرسة، لاحظنا أن النسبة نزلت من 65 إلى 60. طيب دكتورة، يعني أنت قلتي أن الإمارات تعتبر بحسب منظمة الصحة العالمية من الدول ذات نسبة تسوس عالية تصل إلى 65%، وطلعتوا بهذا البرنامج الجميل جدا واللي تحاولون من خلاله تحافظون على صحة أبنائنا من الطلبة. شو أسباب هذا التسوس؟ هل درستوا الأسباب؟ هل شفتوا يعني المواضيع الرئيسية اللي أدت لمثل هذه النسبة الكبيرة جدا؟ ترجع طبعا الأسباب اللي هي لقلة الوعي. في كثير اللي هي من الأهالي مثلا اللي هي ما ينتظمون على زيارة الطبيب، ما يعرفون مثلا اللي هي نوع الأكل المعين اللي لازم اللي هو يمنعون منه اللي هو الأطفال إنهم يتناولونه. في نفس الوقت اللي هي مثل ما نقول اللي هي تغيير اللي هو اللايف ستايل. فإحنا نحاول من خلال هذا البرنامج أن نرفع من الوعي، نرفع من التثقيف، ونبين ترى صحة الفم هي من صحة الجسد بشكل كامل. فلما اللي هي عرفنا الطلبة اللي هم في 30 مدرسة على طريقة التفريش الصحيحة، كم مرة تفرش في اليوم، كيف اللي هي تنتظم على أنك تمتنع عن نوع معين من اللي هي الأكل اللي هو خاصة اللي هي السكريات واللي هي الأكل اللي هي سوفت درينك، فلاحظنا أن في دروب، صار في دروب يعني من 65 إلى 60%. هاي تعتبر يعني له نسبة إنجاز كبيرة جدا في فترة زمنية قصيرة تعتبر، لأن دوليا المتعارف عليه أنك أنت تقدر تنزل هاي النسبة بمعدل يعني 0.1 اللي هي 1% سنويا، بس إحنا قدرنا ننزلها بتقريبا 4%. نعم نعم. طيب دكتورة، يعني مع انطلاق برنامج دنتورال لرعاية الفم والأسنان، ايضا كانت هنالك يعني بعض البرامج التدريبيه لتطوير مهارات اخصائيي تنظيف الاسنان والخدمات المقدمه. خلينا نتكلم عن الخدمات اللي تم تطويرها والخدمات اللي تقدمونها كذلك في اداره الاسنان. نعم طبعا احنا في تكثيف الجهود ان اخصائي صحه الفم والاسنان بدل ما يكون عملهم الروتيني بس اللي مجرد تنظيف، لا، تم تدريبهم ورفع كفاءتهم بحيث ان
الأطفال اللي هم فوق 7 سنوات عند دخولهم عند أخصائي صحة الفم والأسنان يقدر اللي هو يكشف عليهم وفي نفس الوقت يقدم لهم اللي الحشوات الوقائية. هاي الحشوات تستمر معاهم لعدة سنوات إنه يتحافظ على هذا السن إنه ما يصير له تسوس. كذلك رفعنا بعد من كفاءة نفس هاي الفئة من هذا الكادر المساعد أن يقدم خدمات أخرى مثل اللي هي خدمات اللي هي تبييض الأسنان، هاي الخدمات التجميلية اللي الكثير اللي هي من أفراد المجتمع اللي هي يعني في ديماند عليها. طيب دكتورة الآن يعني مع وجود مثل هذه الخدمات خلينا نتكلم عن خططكم المستقبلية، شو اللي حاطين كذلك في جعبتكم لي يعني تقديم الخدمات القادمة لبرنامج دينفورال. أوكي، من الخطط المستقبلية أولا بما أن اللي هي المرحلة الأولى يعني كان النجاح فيها كبير، فإحنا نحاول أن إحنا نطبق ونعمم هاي التجربة على عدد كبير من مدارس إمارة دبي. إن شاء الله بحلول يعني 2021 نكون اللي هي نزلنا هاي النسبة بشكل اللي هي كبير. من الخطط الثانية أيضا أن إحنا نعمل اللي هي بروتوكولات اللي هي تستاندردايز اللي هي نوضع معايير ونوضع اللي هي جايد لاين بحيث اللي هي يتم تطبيقها على مستوى إمارة دبي للحفاظ على أن إحنا اللي هي تقديم هاي الخدمة بمعايير عالمية وفي نفس الوقت لسلامة اللي هي المرضى. ايضا اللي هي ان احنا نطور من الحلول المبتكره اللي ممكن ندخلها بحيث ان نحسن من هاي الخدمات سواء اللي هو على نطاق الدي اتش اي او حتى اللي هي على نطاق اللي هي اماره دبي. هاي من الخطط. جميل. انتم ايضا يعني من خلال برامجكم دكتوره سويتوا بعض يعني التوعيه وبعض البرامج التوعويه وكذلك اشركتوا الطلبه في مواضيع العصف الذهني اللي سويتوها لوضع خطط مستقبليه لتطوير هذا البرنامج. أبغى أتكلم عن هذه النقطة لأن ما شاء الله عليكم جمعتوا العديد من الأفكار، حاولتوا قدر الإمكان أنكم أنتم تطلعون بأفضل الطرق والأساليب التوعوية والوقائية للحفاظ على صحة الفم والأسنان. نعم، لأن إحنا قبل ما نبتدي المرحلة الأولى من هذا البرنامج عملنا عصف ذهني مع مجموعة من الطلبة عشان نعرف مثلا هذه اللي هم المتلقين، هم متلقين الخدمة كيف يبغون احنا نوصل لهم الخدمه بطريقتهم، خاصه اللي الفئه العمريه الاطفال يعني تحتاجين انك انت تعرفين طريقه تفكيرهم وكيف تدخلين الى عالمهم. فمن الاشياء اللي هم كانوا يعني اللي يطلبوها احنا اللي هي قدرنا ان احنا نطبقها، احنا ندخل عند المدارس نعمل لهم مثلا اللي الشارتنج، نعمل لهم هذا اللي هو التشالنج انك انت فرشت اليوم كم مره فرشت اليوم، يعني مثلا اللي هو يكون تفريشهم زين اللي هم في المدارس اللي هم مثلا يحصلون على نوع اللي هو من الجوائز، وهذا يعتبر يعني انك انت حفزتيهم ان يعني انك انت قدم هذا الشيء وسوى هذا الشيء وفي مقابل هذا بيكون لك يعني في ابريشيشن. جميل. ايضا دكتوره انتم حاطين من ضمن خططكم المستقبليه اضافه وقايه الفم والاسنان الى المناهج الدراسيه، وين وصلتوا في هذا الموضوع؟ هل ممكن نشوف يعني تعاون قريب ما بين هيئة الصحة بدبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التربية والتعليم ومقدمي الخدمات التعليمية في مختلف الإمارات بيكون إن شاء الله ضمن المناهج اللي موجودة هنالك؟ إذا ما كانت موجودة أصلاً أتذكر يوم كنا في المدرسة كانوا يعطونا نحن مثل هذه الأمور يعني التعليمية التثقيفية، ولكن للأمانة دكتورة يعني أنا من شهر تقريبا زرت واحد من عيادات الأسنان في أحد المراكز الصحية التابعة لنا، اكتشفت أني أنا أكثر من 30 سنة أفرش أسناني غلط. يعني صحيح، يعني الحين مثل ما نقول ان احنا وي ار ان بروسس، في نوع اللي هي من التواصل، في نوع من اللي هي الاجتماعات مع مختلف الهيئات. يعني احنا نتمنى ان هذا البرنامج التثقيفي يكون جزء من اجزاء المناهج التدريسيه مثل ما مثلا عندهم اللي هي حصه رياضه، حصه موسيقى، حصه اللي هي فنيه، يكون هذا التثقيف موجود الزامي في المناهج، يعودهم ترى العلم في الصغر كالنقش على الحجر، فهو من البدايه يوم هم صغار يتعودون على هالنمط وبيكون خلاص هذا اللي هو لايف ستايل مالهم، روتين، يعرف كيف يفرش كم اللي هي كم دقيقة لازم يستمر، مو بلي يلا بسرعة وخلصنا، لا. فإن شاء الله نتمنى أن هذا يتم تطبيقه إن شاء الله. جميل. دكتور قبل ما أختم معك شو تبغين توجهين نصيحة
للمستمعين؟ طبعا هذا البرنامج مثل ما نقول له منكم وإليكم، فإحنا في جزء من عندنا أن إحنا بدينا فيه، ولكن بعد نبغي تجاوب من الجمهور ومن أهالي اللي هم الطلبة أنهم يستمرون ويتواصلون مع اللي هي سواء اللي هي الجهات الحكومية أو حتى الجهات الخاصة. إحنا في النهاية نبغي مجتمع سعيد، وإن شاء الله يعني تكون ابتسامتهم حلوة مشرقة. شكرا لك دكتورة، وأنت ابتسامتك دائما من حلوة ومشرقة. نتمنى لكم التوفيق الدائم في جميع الخدمات اللي تقدمونها. الحين أنت دكتورة عايشة ترى تسولفين وياها، يمكن هي ما تسمعك ترى. توصل لها أنت المعلومة تقولها. دشين وياها بالهذا. لا أنا هي كانت تسمعك لأن كنت حاطنا سبيكر، قلت بجرب اليوم على أساس أن أبغي أعرف إذا تقنيا ما رح تكون في أي مشكلة في عملية الصوت إذا كان على السبيكر، يعني للمعلومات الخاصة بالنسبة لي للتغطيات القادمة. لو كان الصوت واضح. دنتورال برنامج لرعاية صحة الفم والأسنان، أحد البرامج الاستراتيجية لهيئة دبي، هيئة صحة دبي. يعني هذا البرنامج مثل ما ذكرت الدكتورة بدأ 2016، وأيضا الخطة مستمرة حتى 2021. مسألة مهمة جداً. الثقافة اللي يجب أن نحصل عليها في عملية الحفاظ على صحة الفم والأسنان، لأن هذه بتقينا من العديد من الأمراض. لأن يا جماعة الخير هنالك العديد من الأمراض اللي ممكن تنتقل لنا وممكن نحن نعاني منها وممكن تؤثر علينا بشكل أو بآخر من الأسنان. يعني أتذكر حتى آلام الظهر ممكن تكون لها علاقة بالأسنان، آلام الأقدام ممكن تكون لها علاقة بالأسنان. الكثير من المواضيع اللي ممكن تأثر على صحتنا من خلال هذا الموضوع. أيضا نحن متواصلين حتى يوم غد إن شاء الله، موجودين في معرض أو مركز دبي التجاري العالمي ضمن فعاليات معرض ومؤتمر صحة العرب. هذا المعرض وهذا المؤتمر اللي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، وأيضا الثاني على مستوى العالم من خلال الحجم، من خلال المشاركات. تعرض في هذا المعرض العديد من الابتكارات وآخر ما توصل إليه العالم من تكنولوجيا في مجال الحفاظ على صحة الإنسان، لأن هذا القطاع اللي دائما نقول عنه قطاع حيوي مهم جدا أن الواحد ينظر لهذا القطاع بعين التركيز حقيقة لتطوير الخدمات التي تقدم. المميز بعد فيه كل التخصصات الطبية بتشوفها موجودة، حتى الإدارية أو يعني إدارة المستشفيات، يعني يغطي أشياء كثيرة بالنسبة للصحة. صحيح صحيح، في كل القطاعات للأمانة، في الصيدلة، في العلاج، في كل أنواع الأمور الصحية والطبية موجودين هنا. تنافس قوي وشديد ما بين جميع العاملين في هذا القطاع الحيوي، سواء القطاع الحكومي القطاع الخاص، وبالتحديد نحن نركز على القطاع الخاص لأن يعني كما نعلم أن دبي تتجه إلى يعني تعزيز هذا القطاع بشكل كبير، لأن له العديد من الإيجابيات على صحة الفرد وصحة المجتمع من خلال جميع البرامج اللي تقدم هنا في هذا المكان. إذن يعني عندما نتحدث حقيقة عن إمارة دبي وعن تنظيمها لمثل هذه المؤتمرات، احنا نتحدث عن تنظيم عالي جدا، تنظيم راقي جدا. وجود كل هذه الشركات بشكل سنوي من خلال هذا المعرض، وهذا المعرض اللي قاعد يتطور سنة بعد سنة ويستقطب المزيد من مزودي الخدمات الصحية في هذا المكان. نحن نتحدث عن إمارة دبي التي تسعى دائما إلى الرقم واحد. فشكرا لكل العاملين على إنجاح مثل هذا المؤتمر وهذا الحدث الصحي الفريد من نوعه، وكل الشكر كذلك للعاملين في هيئة الصحة بدبي على عرضهم لهذه المنتجات. دائما نحن نقول هنالك الكثير من الناس اللي يعرضون المستقبل. نعم يعرضون المستقبل ويقولون نحن عندنا بنسوي كذا ومنسوي كذا. نحن في هيئة الصحة بدبي نعرض المستقبل اللي نحن طبقناه، يعني مثل هذه البرامج، مثل هذه الأمور، هذه كلها أمور مستقبلية في العديد من الدول. اليوم بفضل الله وأيضا بتوجيهات القيادة الرشيدة
ممثلة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات ولي عهد الأمين سمو الشيخ حمدان بن محمد، وكذلك المتابعة المستمرة والحديثة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. كل هذه الأمور ساهمت حقيقة في تقديم الدعم للعاملين في هيئة الصحة دبي لإخراج مثل هذه الخدمات أمام الناس. نشوف الذكاء الاصطناعي، نشوف الخدمات الذكية اللي قاعدة تطرح، نشوف البرامج الوقائية اللي تدرس حقيقة المشاكل وتحاول أنها هي يعني تتغلب عليها. وأيضا كذلك يعني صارت عندنا العديد من الأمور اللي تحدث عنها. البارحة كنا نتكلم عن مسار إدارة تسمم الدم في نظام سلامة، تم تطبيقه هذا في شهر ولله الحمد، يعني تم إنقاذ نفس ما قلت محمود، ما شاء الله التطبيق ابتدى في كل نواحي هيئة الصحة. بس أوضح هذه المسألة لأن المسألة وايد مهمة. البارحة أنا اكتشفتها وشغلة جميلة جدا، أن من خلال مسار إدارة تسمم الدم في نظام سلامة كان يعني تم تطبيقه في شهر واحد. أتذكر أول ما أطلقنا هذا النظام كان الناس يعني مستائين من تأخر الخدمات، وكنا نقولهم طولوا بالكم، هذا النظام لمصلحتكم، هذا النظام بيعطيكم يعني بيعطيكم خدمات أفضل. اليوم استطعنا من خلال تطبيق هذا النظام في شهر واحد إنقاذ 109 حالات كانوا ممكن يصابون بتسمم الدم، وتسمم الدم يعني ممكن خلاص خلال 4 ساعات المريض يتوفى. عدد كبير، إنجاز كبير جدا. يعني أنا سامحوني على الإطالة، أدري أن انتهى وقت البرنامج. أنا شاكر الدكتورة عايشة على تحت هذه الفرصة، حاولت أني بس أنقل قدر الإمكان بشكل سريع هذه الإنجازات اللي قاعدة تقدم. وشكرا جزيلا لك وللزملاء في الاستوديو نجاة، ومنو المخرج معاك اليوم؟ نمر اليوم أبو محمد نمر. سلمي عليه، سلمي عليه. شكرا محمود يوسف، غطيتنا اليوم المعرض، معرض الصحة العربي. أعزائنا المستمعين، خلصت فقرتنا اليوم البرنامج صحة وسعادة. نهاية أحب أشكر طاقم العمل ويانا في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق نجاة السويدي، شكرا نجاة، في الأخراج نمر محمد، شكرا نمر. نشكر أخوي محمود يوسف على البث المباشر خلال منتدى المعرض الصحة العربي. إن شاء الله نشوفكم باكر، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.